عليكم معكم نقفة حبيبة من أكادير. وكوك السي العثماني أجا حنخدم أجا حنخدم هاتي تلكم كيك نحيخس وكوك العثماني هاتي تروانت مازيرتنك هاتي لا لغ الخطر ها العرى العثماني تروانت مازيرتنك لا لغ الخطر كلشي اللي سلسل الماتيريال الناس زاد نقفة زاد اللعابة زاد تريتورا زاد كلشي زر خود منها عباد الله هاتي نبيد هاتي نسلسل الحوايج نح لا إله إلا الله محمد رسول الله الله يرحم والدينا الرئيس الحكومة اللي ما تشوف من الحالنا راه حنا واقفين راه إله إلا الله محمد رسول الله. يونس معطى رئيس الجمعية المغربية لمهنية التصوير أكادير، جينا اليوم لهذه الوقفة الاحتجاجية للتعبير على المعاناة ديال المصورين وديال القطاع ديال الحفلات والأعراس بصفة عامة، بعد أن الجائحة من شهر 3 وهاد الناس هادو واقفين بدون عمل بدون أي مورد رزق وبدون حتى ان يكون شي حاجه من هنا لقدام ما عارفينش لافونير المستقبل غامض بالنسبه لنا حنايا. كنطلبوا ان تستأنف العمل ديال هذا القطاع هذا وان يكون واحد الدعم بالنسبه لهذه الشريحه هذو ديالو. عندنا حالات اللي هي عانت من التشرد، عندنا حالات اللي هي كتعاني الجوع والفقر، هذا الشيء ما عمرنا ما وصلنا ليه. احنا مضرورين لان احنا ما النقافات والتريتورين والمصورين والسربايا جميع هذا الشيء ديال الحفلات وديال الاعراس الدقيقيه والطباخات هي السربايا كلشي 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 القطاع ديال العرس. كنطالبوا بالحقوق ديالنا بحال جميع الناس، كنطالبوا بلادا احنا واقفين من الخدمه ما عمرنا خدمنا. كاينين الناس اللي كارين اللي تشردوا لهم وليداتهم اللي ما عندهمش باش يجيبوا حتى العشاء لوليداتهم، ما كاينش عندهم. هاد الناس ضايعين بزاف بزاف بزاف، الناس تبعهم الكرا والضو والماء والمصاريف وتابعهم الطريطات وتابعهم بزاف د الحوايج. كاع فنانه ودقيقيه خدموا، راه كنا دايرين شي سبع شهور دابا ما خدامين. كنتمنى من الحكومه تشوف من حالنا وتشوف باش غنخدموا. حنا بغينا الدعم ما بغينا والو، بغينا نخدموا الكافات وخدموا المصورين وخدموا دقيقيه كاملين الموسيقيين اللي خدموا. راه وقفوا كاملين دابا راه شي شهور دابا جالسين واقفين. الحرفه هذه ما عندها حتى شي حقوق نهائيا، النقافات كلهم ضايعين كلهم. وهاد المهنه هذه هي باش كيعيشوا، هذا الشيء باش عايشين، باش معيشين ولادهم ومعيشين عائلاتهم. راه الناس متشردين دابا، راه الناس راه ما لقاو ما ياكلوا لولادهم. الناس كاينين الناس اللي متشردين ما لقاوش ما ياكلوا لولادهم، راه ولاو كاين ناس في الزنقه ولاو كيبيعوا حوايجهم باش يعيشوا. كردت فعل سلميه منا نعبروا بها عن الغضب ديالنا وعن المشكل اللي عندنا ونعبروا بها بهذه الطريقه اللي هي اللي متاحه لنا في هذه الظرفيه اللي تعيشها البلاد. كنعبروا منها على المشاكل اللي عانينا منها من مده من الشهر الثالث وحنا موقفين على العمل، والمشاكل اللي تتراكم وتتسناو شي قرار يكون في المناسب، واخا يكون غير تخفيف ونخدموا شي خدم ونخدموا بطريقه مزيانه مع احترام الاجراءات الوقائيه الاحترازيه. ازمه ناس كارين، انا شخصيا طلقت محل كنت كاري 14 سنه وصلحته كلشي وطلقته في هذه الازمه هذه، طلقت محل على ود هذه الازمه. يعني 14 سنه المحل ديالي قديته مزيان وصلحته مزيان وهذا، ولكن نظرا لهذه الظروف اللي كنعيشوها ما يمكنش الواحد يستمر. لابد ايوا الحقوق كيداروا الحقوق للجميع الهياكل ضروري الحق لهاد الناس هادو. انا شريحه كبيره في المجتمع هادي، ماشي كاين القاعات دابا مسدودين مساكن ومالين القاعات راه جالسين، زائد المساعدات ديال النقافات زائد زوركستر كلهم الناس صحاب الصنويات اللي كيكريو الصنويات اللي كيكريو الماتريال، راه كلشي مضرور. الناس اللي كيصنعوا لك الصناع ديال العماريات وديال لي زاكسيسوار حتى هما مضرورين لان ما كاينش اللي يشري، كلشي جالس كلشي جالس، راه كلشي مضرور.